طيب عاوز انا سيدنا في الجبله، ايوه عايز اقف عندها بس لحظه. ايوه، هل في الجبله المظهر من الجبله يعني ترك اللحيه وعف الشارب او قص الشارب وال مثلا ان الثوب ما يكونش طويل، ده كان من طبيعه اراده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام او رؤيته لشكله الشخصي او الشعر الطويل المنسدل زي ما حضرتك تفضلت الحلقه اللي فاتت اللي هو مفروق من النص؟ نعم، ده الشعر المنسدل كان شعره عليه الصلاه والسلام طويل. نعم. طب ده في المظهر هو سيدنا النبي اختار ده لنفسه، هل انا بالتالي الجلباب من السنه، اللحيه من السنه، عف الشارب من السنه، ولا ده كده ما يعتبرش بقى من السنه لانه جبله زي الاكل والشرب؟ لا، هو اقرب الى الجبله منه من اي حاجه تانية. اقرب الى الجبله يعني. نعم. الدقن، طريقه الاكل، كان مثلا يضع قدمه ويقعد عليها ويقيم الرجل التاني، الرجل التاني يعني الرجل متنيه ورجل واقفه، ورجل واقف مظبوط كده، واخد بالك؟ فمرت عليه امراه وقالت: ما هذا، ياكل مثل ما ياكل العبد، لان العبد علشان يلبي سيده بيقعد القعده دي علشان يتمطر يقوم على نص رجل كده، على نص رجل. قال: انا عبد اكل مثل ما ياكل العبد. يعني انت مالك؟ انا باكل زي ما انا عايز. فالامور دي من الامور الجبليه التي تتغير بتغير الزمان، تتغير بتغير المكان، وهنا موجوده تحت عنوان خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. طيب، طريقة لبسه للثوب، طريقة لبسه للعباءة، طريقة العباءة نفسها، تفصيلة العباءة تختلف باختلاف الأعصار، باختلاف الجو، هو بارد ولا حار. حار، باختلاف هو ممطر ولا غير ممطر، إلى آخره. فكله دي من الجبليات أو أقرب. شوف، أقرب يعني ممكن يكون فيها حتة كده النبي عليه السلام قالها من أجل المعاني وليس من أجل ذاتها. زي مثلا حكاية تقصير الثوب دي، تقصير الثوب دي أو أنه كان يلبس البياض مثلا، أو أنه مثلا صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء دي، وهكذا. فلما جه أبو بكر قال له: يا رسول الله، الرداء بتاعي طويل. أنا هو بيقول اجعل الثوب لأنصاف السيقان. فقال له: طب ورداء؟ قال له: مثلك لا يتكبر يا أبا بكر. الله، يعني الغرض في علة، العلة في عشان ما نتكبرش بقى بالثوب اللي جاي جرجر بقى. انا بقيت في عصر لما هعمل النص دي التزاما بالنص، هلبس ثوب الشهرة اللي نهى عنه رسول الله. ثوب الشهرة؟ نعم، نهى رسول الله عن ثوب الشهرة. يعني الناس اللي بتقصر الجلباب والمش ده كده عشان يبقى اللي هو ايه، ده الراجل ده سني، هو الراجل ده متدين، هو نيته سليمه اكيد، نيته بيقول فيها انا بتبع رسول الله في نصه هذا. نعم. قلنا له: يا حبيبي، النص، النصوص بتفهم في وسط شروطها. ايوه، انت فقدت الشروط بس. البيئه اللي كان وقتها كانت كده، فلازم كان تختلف. كان تطويل الثوب علامة الكبر. النهاردة تقصير الثوب يدخلك في الشهرة التي هي منهي عنها. فأرجوك افهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أرجوك افهم مراد النبي. نعم. أرجوك افهم الموضوع الذي يتكلم عنه النبي. بدليل يا مولانا أن سيدنا النبي قال لسيدنا أبو بكر: لا، ما تعملش كده، ما تعملش كده. فإذا يجب علينا عندما نفهم النصوص أن نفهمها من خلال الغرض، المراد. هو عايز يحصل إيه؟ عايز يحصل إنك ما تتكبرش. حاضر، أشوف الحاجة اللي أنا بتكبر فيها وما أعملهاش. واخد بالك؟ زي السواك مثلا، السواك عند كل صلاة، السواك عند كل صلاة. أم السواك فيه فائدة طبية وفيه فائدة واقعية، وكونك عند كل صلاة، ما هو الإنسان ما يعرفش يستعمل فرشة الأسنان عند كل صلاة،
لان الصلاه احنا بنبقى في معترك الحياه ومش شايلين احنا بتاع. فالسواك ده اهو ده مثال جيد. السواك ده هو شيء ممكن استعمله عند كل صلاه لانه هيحقق لي فوائد طبيه وفوائد تتعلق بطيب النظافه الشخصيه والنظافه الشخصيه وفي نفس الوقت ما هوش مضر. ما حدش قال اطلاقا ما كانش في فرشه سنان من 1400 سنه ومعجون سنان من 1400 سنه يعني. فده اللي كان متاح يعني. ده ال 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 اصل هو كمان ايه السواك ده بيجي من شجر مخصوص مش من اي شجر. اراك تقريبا الاراك واخد بالك ازاي. فعود الاراك ده مفيد في حد ذاته. ده من الاعشاب الطبيه اللي بياخدوا دلوقتي منه مستخلصات ويحطوها في المعجون اللي بنستعمله في الفرش. ف الحته دي حته مهمه وهي انه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ده الفعل الجبلي اللي هيدخل فيه كيفيه الاكل، مواقيت الاكل، طريقه الجلوس، طريقه كذا الى اخره.